أعتقد ذلك، أعتقد أن ليست فقط تصحيح وإنما أيضا انعكاس لما يحدث في الاقتصاد الحقيقي، وانعكاس أيضا للسياسات الاقتصادية التي ستستخدم خلال الفترة القادمة، بالنسبة خاصة بالنسبة لموضوع التيسير الكمي. يعني أعتقد خلال الفترة الماضية الأسواق المالية كانت مندفعة بشكل كبير بسبب السيولة الكبيرة التي ضخت في تلك الأسواق، بسبب توفر السيولة بشكل عام، لكن ليس بسبب التحسن في الاقتصاد عموما الحقيقي. يعني ما رأيناه خلال الفترة الماضية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي، بالنسبة لمعدلات الاستهلاك، بالنسبة لمعدلات البطالة، صح بالفترة الماضية إذا انتبهت حضرتك نزلت معدلات البطالة من 8.3 إلى 8.2، بس السبب الرئيسي يرجع في هذا إلى خروج كمية كبيرة من القوى العاملة من دائرة العمل بسبب عدم تمكنهم من إيجاد عمل، وبالتالي الصورة في واقع الأمر يعني مشوهة وغير حقيقية. كذلك سجل معدلات التوظيف خلال فترة شهر مارس 120 ألف بعكس التوقعات اللي كانت سائدة خلال فترة بحدود حوالي 200 ألف تقريبا. بشكل عام الاقتصاد الأمريكي غير قادر حتى الآن على توليد على النمو بشكل يؤدي إلى توليد عدد من الوظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه النقطة وهذه تحديدا مشكلة كبيرة. أكيد طبعا هذه النقطة تحديدا أعادت مرة أخرى الحديث في الواجهة عن موضوع الكيو اي 3 أو التيسير الكمي الثالث، لكن مرة أخرى يعني لا يبدو أنها مطروحة بشكل كبير على الطاولة بالنسبة للفيدرالي. هل أصبحت حاجة بالفعل أم هي محاولة من البعض للحصول على الكيو اي 3 يعني دعنا نقول تعديل بعض الأمور الأخرى بالنسبة للماديات لديها؟ الحقيقة أخي الكريم العملية التيسير الكمي بشكل أو بآخر كانت الهدف منها هو خلق نوع من الاستقرار في الأسواق المالية، لأنه عمليا تذبذب الأسواق المالية قد يؤدي إلى يعني تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الحقيقي، وهذا شفناه في الأزمة الاقتصادية اللي حصلت في 2007-2008. بدأت المشكلة في الأسواق المالية امتدت إلى الاقتصاد الحقيقي، فصار هم عموما البنوك المركزية بشكل عام خلق الاستقرار وإيجاد السيولة الكافية في داخل الأسواق المالية من أجل استقرارها وممكن إلى حد ما تحسنها بشكل أو بآخر، وبالتالي تحسن النظرة المستقبلية بالنسبة للاقتصاد عموما. لكن المشكلة الرئيسية أنه التيسير الكمي لحد الآن وكميات السيولة التي ضخت لم تؤثر بشكل كبير ولم تؤدي إلى نتائج فعلا ملموسة على أرض الواقع بالنسبة للاقتصاد الحقيقي. ما زال الاقتصاد الأمريكي ينمو لكن بمعدلات هشة وضعيفة، ما زال معدلات البطالة مرتفعة، وبالتالي الآن الحديث عن التيسير الكمي الثالث الهدف منه بشكل أساسي هو الضغط على البنك المركزي من أجل فعلا أن يعني قد يتجاوب معهم، وهناك في هذه الحالة احتمالات كبيرة أن يحدث مثلا عمليات بيع كبيرة في الأسواق المالية خلال الفترة القادمة من أجل أيضا الضغط على البنك المركزي. حقيقة البنك المركزي أصبح يدرك تماما بأن العملية ليست في التيسير الكمي، ويجب أن يعني إذا كان في هناك مرحلة ثالثة من التيسير الكمي لن تؤدي إلى نتائج فعلية كبيرة على أرض الواقع. البنك المركزي مدرك لهذه الحقيقة عفوا، وبالتالي هم الآن في مرحلة لتقييم الوضع على أمل أن يكون أن تحدث نوع من التغيرات في داخل الاقتصاد الحقيقي تؤدي إلى نمو. البنوك المركزية عموما في ورطة، إذا لم تتدخل وتضخ المزيد من السيولة الأسواق المالية ستتراجع، وإذا ضخت المزيد من السيولة الأسواق المالية ستتحسن، ولكن بالمقابل هناك نتائج سلبية وانعكاسات قد تكون مدمرة على الاقتصاد الحقيقي إذا استمرت البنوك في ضخ السيولة. في أشياء كثيرة من ضمنها عمليا انه القيمة الشرائية للعملة بدأت تنخفض بشكل كبير، هذا نوع من انواع التضخم المستقبلي بشكل لا يتصور عقل الانسان، راح تأثر على مستوى التجارة الدولية لانه هناك راح يكون في حالة من عدم الثقة في السياسات النقدية والمالية بشكل عام، وراح يكون في عدم ثقة في العملة نفسها. يعني المضاعفات او التأثيرات السلبية للتيسير الكمي ايضا يجب ان لا نتجاهلها، وبالتالي البنوك المركزية زي الآن في حيرة من أمرها. الأسواق المالية تطالبها بشيء والبنوك المركزية تستطيع أن تفعل شيء، ولكن تدرك حجم المخاطر بالجهة المقابلة. النقطة الأخيرة بس حب أضيفها، في الوقت الحاضر
اعتقد ان الاسواق الماليه وحضرتك بس ارجع للسؤال الاولاني في اعتقد الاسواق الماليه يعني ستاخذ بعين الاعتبار موضوع ان الاقتصاد الحقيقي ما زالهش وانه المشاكل في اوروبا بدات تنعكس بشكل او باخر على الاقتصاد العالمي ككل. البرتغال الان بحاجه الى المزيد من السيولة النقدية والمساعدات المالية. إيطاليا ما زالت تشتكي بشكل كبير من عملية عدم قدرتها على التعامل مع المشاكل العديدة من ضمنها تحرير سوق العمل لديها، وهذه النقطة الآن أصبحت مسألة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الإيطالي. إسبانيا. إسبانيا طبعا نفس الشيء الآن، أنت تعرف الوضع بالنسبة لإسبانيا وعلى صعيد الدفسيت العجز اللي عندهم. إذا إحنا الآن الأسواق المالية تنظر إلى كل هذه الأمور وتخلص إلى نتيجة واحدة، إذا لم يتدخل البنك المركزي ويضخ المزيد من السيولة إذا نحن لابد أن نتراجع وأن يتم البيع. هي محاولة للضغط بالفعل كما ذكرت. يعني هذا يأخذني بالحديث عن الوضع بالنسبة لأوروبا. كنا رأينا ماريو دراجي وكلمته التي كانت على مدار الأسبوع التي تناول فيها عدد من النقاط، على الأقل حديثه بالنسبة للوضع العام لمستويات الإقراض في أوروبا أنها تبقى كما هي، وبالإضافة إلى تدخل البنك المركزي لدى البنوك بشكل عام ما زال عند نفس مستوياته، وبالتالي ذكر أيضا أنه الوضع يحتاج لتكاتف كما ذكرت النقاط التي ذكرتها فيما يتعلق بهذه الدول. أثر ذلك على أسواق المال تحديدا الأوروبية؟ هلأ طبعا الأسواق المالية في أوروبا تحديدا يعني بدأت تستشعر قضيتين رئيسيتين، أنه المشاكل الموجودة حاليا في أوروبا ليست فعلا في طريقها إلى الحل، وأن مشكلة اليونان ستتكرر في البرتغال وغيرها من الدول الثانية، وبالتالي يجب أن تعكس هذا الشيء. شفناه في البداية على العملة نفسها الأوروبية، انخفضت بشكل كبير خلال فترة قصيرة اليورو مقابل الدولار من حوالي 133 إلى حوالي 130 تقريبا، وهذا هبوط سريع جدا. أعتقد الأسواق المالية برضو ستعكس هذه النقطة. دخلنا نحن في التراجع الاقتصادي، الانكماش الاقتصادي في أوروبا. أعتقد أنه حجم الآن التراجع في الأسواق المالية يعتمد بشكل كبير على حجم التراجع في الاقتصاد الحقيقي. الآن في سيناريوهات اثنين موجودين على أمامنا. الأول أن يكون هذا التراجع بسيط وتستطيع أوروبا في نهاية العام أن تتجاوز هذه المشكلة وتعود مرة ثانية إلى النمو. السيناريو المعقد والأكثر واللي تقريبا لحد ما معظم الناس يميل له في المرحلة الحالية هو أن أوروبا ستدخل في ركود اقتصادي عميق وقوي جدا ولن تستطيع الخروج منه قبل نهاية سنة 2013. هلا إذا كان الأمر بهذا الشكل الأسواق المالية يجب أن تعكس هذا الأمر، وسنجد المزيد من التراجعات في الأسواق الأسهم عموما في أوروبا وحتى في اليورو. طيب صرف اليورو. يأخذني الحديث إلى الصين. يمكن رأينا أداء المؤشر مرتفع على مدار الأسبوع ككل، لكن ما زالت الصورة تشير إلى نوع من السلبية فيما يتعلق بالبيانات التي تصدر بشكل من يوم أو لآخر بالنسبة للصين. هل ما زالت القراءة كما هي عليه بالنسبة للوضع الاقتصادي الصيني؟ هلا بالنسبة للوضع الاقتصادي الصيني في نقطة أساسية الآن. الاقتصاد الصيني الآن في مرحلة انتقال. الصين اعتمدت خلال السنوات الماضية على عملية التصدير في تنمية اقتصادها. بعد الأزمة الاقتصادية العالمية أدركت الصين أنه عملية التصدير لن تساهم بشكل كبير في عملية التنمية، وشاهدنا خلال الفترة الماضية تراجع في حجم الصادرات، تراجع وإلى حد ما في حجم النمو الاقتصادي خاصة في القطاع الصادرات بشكل عام. الصين أدركت هذه النقطة في تقريبا في بداية 2008-2009 وبدأت تتوجه بشكل كبير نحو تنمية الاقتصاد الصيني اعتمادا على الاستهلاك، فبدأت تتبع سياسات معينة من أجل تشجيع الاستهلاك الداخلي. الصين الآن عندها مشكلتين. المشكلة الأولى أنها في المرحلة الانتقالية ما بين حالتين، لابد أن يحدث نوع من التباطؤ الاقتصادي. طبعا الصادرات تأثرت وهذا سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي، وبنفس الوقت الاستهلاك الداخلي ليس في المرحلة الزخم القوي الذي يعوض عن الهبوط في الصادرات. النقطة الأخرى أن الصين ما زالت لديها مشكلتين رئيسيتين. المشكلة الأولى تتعلق في القطاع المالي، والمشكلة الثانية تتعلق في قطاع العقارات. هناك كلام قوي جدا من حوالي أكثر من 6 شهور وما زال لحد الآن حول الفقاعة العقارية في الصين واحتمال انفجارها على نفس النمط الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكلام إذا كان صحيح إلى حد ما فسنجد تراجع كبير في حجم النمو الاقتصادي بالنسبة للصين.
ذهاب الآن المؤشرات الاقتصادية، المؤشرات السوقية بشكل عام، أسواق الأسهم وضعها بشكل عام أفضل من أوروبا وأمريكا، طبعا أسباب كثيرة. أول سبب بالنسبة لمدراء المحافظ الآن، ما زال لحد الآن يجدوا أنه أداء هذه الأسواق بشكل عام سيكون أفضل من أوروبا وأمريكا، وبالتالي هناك في إعادة توزيع للأصول إلى الأسواق هذه، وبالتالي في هناك طلب عليها. النقطة الثانية أنه بعض مدراء المحافظ يجدوا أن العائد المتوفر هناك في حتى في لو حدث نوع من التباطؤ الاقتصادي في الصين سيبقى أفضل بكثير ومحمي حتى على مستوى العملة. يعني اليوم الوان الصيني متوقع أن يتحسن مستقبلا مقابل الدولار ومقابل اليورو خلال الفترة القادمة، وبالتالي هناك في نوع من الكابيتال رأس المال الكابيتال جين، أرباح رأس مالية سواء على من ناحية العملة أو من ناحية الاستثمار في الأسهم. في شركات كبيرة رخيصة في ما زالت لحد الآن، وخاصة بشكل عام في الأسواق الناشئة والأسواق النامية، وبالتالي تجذب كثير من رؤوس الأموال إلى داخل الصين. النقطة الثالثة والنقطة مهمة أساسية أن الصين بدأت تتبع سياسة توسيع السوق المالي وتعميقه وضخ المزيد من السيولة فيه من أجل تشجيع رؤوس الأموال الخارجية على الدخول إلى السوق هذا وتنميته، وهذا جزء من خطتها لتنمية الاستهلاك الداخلي في داخل الصين. طبعا أنت الآن بيحتاج خلال الفترة القادمة إلى تمويل لعمليات الاستهلاك الداخلي، عمليات البناء مثلا نوع من الصناعات معينة في هذا الإطار إلى آخره، وبالتالي لابد من جذب رؤوس الأموال إلى هذا القطاع وتشجيعها، وبالتالي لابد من مرافقة هذا الشيء مع توسع في نشاط السوق المالي. طيب في نصف دقيقة، مسألة التراجعات المتوقعة بالنسبة للأسواق العالمية على أقل أوروبا وأمريكا، هل تعتقد أن السيولة ستتجه لسوق معين سواء ذهب سواء عملات؟ هلأ في نقطة بالنسبة للذهب، الذهب كان خلال الفترة الماضية مرتبط كثير في الاس ام بي 500، في علاقة يعني مباشرة بين الذهب بين أسعاره، وبالتالي في احتمالات أنه إذا نزل السوق الأمريكي الـ S&P 500 تراجع احتمال الذهب يتراجع معه. بالنسبة لإعادة توزيع الأصول بشكل عام، أعتقد أن الذهب سيستمر في خروج الأموال من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق النامية بشكل عام للاستثمار فيها. أنا أشكرك جزيلا.